تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. سمعينا الأعزاء، صباحكم الله بالخير، حياكم الله في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم كل مرة إن شاء الله بنتطرق المواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم واقتراحاتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل للبرنامج. بداية أبارك لكم بالشهر، هذا اليوم ثالث يوم، هاي أول تقديم لي خلال من بداية الشهر. اليوم ثالث يوم من شهر رمضان المبارك، الله يعود علينا وعليكم كل سنة وكل حول بالصحة والسلامة والسعادة. طبعا مواضيعنا بنتطرق لها، جزء من هالمواضيع بتتطرق لشهر رمضان واليوم بالأخص وجبة السحور. بس قبل ما ندخل في مواضيعنا اللي عودناكم عليها، أذكركم برقم التواصل ويانا 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية 4006. أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا، وأقدم لكم الحلقة اليوم أنا الدكتورة عائشة البسطي. طبعا الحمد لله اليوم ثالث يوم، كنا نتناقش يا أيمن قبل حتى ما نبدأ البرنامج أن سبحان الله الحمد لله، يعني الصيام يعني خفيف، يعني السنة خفيف، الواحد يطلع يدخل يصير دوامه ومعها يحس الأجواء خفيفة سبحان الله، يعني حتى نفسية الواحد تكون مرتاحة خلال فترة الصوم. طبعا الشيء اللي نركز عليه نحن دائما أن فئة كبيرة يمكن من الناس تركز على سالفة الأكل اللي بتاكله في رمضان، أو سواء فترة السحور أو فترة الفطور. بس طبعا السحور كنا عارفين أهميته، بداية الرسول وصف فيه اللهم صلى الله عليه وسلم عليه أن ويفضل تأخيره. ثاني شيء أهميته كبيرة، سواء الشخص كان مريض أو غير مريض، طفل كبير، يعني السحور له أهميته من ناحية الغذاء اللي يمده بالجسم، يعني ياخذ الجسم من فترة السحور ويقدر الواحد يكمل صيامه بطريقة يعني ما يحس بتعب ولا يحس بجوع خلال اليوم. طبعا الناس وايد يعني تتساءل يعني شو يفضل أكل في السحور، باكل هالشيء، أسمع نصيحة من فلان، أسمع نصيحة من غيره، أقرأ مواضيع معينة. فحبينا اليوم ناخذ رأي المختصين في هالمجال اللي هم أخصائيين التغذية بخصوص وجبة السحور اللي هي واحدة من أهم الوجبات عندنا خلال شهر رمضان الكريم. وبتحدثنا اليوم عنها الأستاذة إيمان محمد، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير إيمان. صباح الخير دكتورة، كل عام وانت بخير وجميع المستمعين بألف خير، ينعاد عليكم صحة وعافية إن شاء الله وعلى الجميع. إيمان، كنا عارفين أهمية وجبة السحور، وناس وايدة يعني تبغي تخلي غذائها صحي قد ما تقدر، أو تقريبا تخليه كله صحي. فشو هي الأفكار الصحية لوجبة السحور؟ أوكي، بداية بحب أبدأ موضوعي بحديث رسول الله اللي هو لما قال رسول الله تسحروا فإن في السحور بركة. فالحديث دليل على أنه الصائم مأمور بالسحور لأنه فيه خير كثير وفيه بركة من الناحية الدينية والدنيوية. فوجبة السحور زي ما ذكرتي لها فوائد كبيرة في شهر رمضان، فهو اللي بيمد الصائم بالنشاط وبيخليه يكمل يومه، بيأثر على مسيرة يومه. طبعا في ناس ما بتحسن طريقة اختيار الأطعمة المقدمة على مائدة السحور، فعنا احنا قائمة طويلة بالأطعمة والمشروبات الممنوعة واللي بيفضل تناولها عشان تقلل من الجوع والعطش حتى مدفع الإفطار. فأنا اليوم حقدم 7 نصائح يجب اتباعها في وجبة السحور عشان تمنع الشعور بالعطش والجوع خلال فترة الصيام. أول نصيحة، خاصة أنه رمضان الآن في فصل الصيف
أو درجات الحرارة مرتفعة، فيجب التركيز على كمية السوائل، وبالأخص في السحور الناس تتناول كميات كبيرة من المياه قبل الإمساك، فيفضل يتجنبوا هذا الإشي لأنه ذلك يحفز الجسم على التخلص من المياه بشكل أسرع. ليش؟ لأنه الكلى قادرة فقط على تصفية نصف لتر ماء خلال الساعة، لذا يفضل شرب السوائل بعد وجبة الإفطار، يعني بعد ما يخلطوا الفطور تقسيمها على كوب إلى كوبين في الساعة، أيوة. إما في وجبة السحور، أيوة. فيفضل الالتزام بكوبين فقط من الماء مما يعادل اللي هي نصف لتر ماء، حتى لأن ليش؟ لأنه ما نأثر على العصارة الهضمية ونعاني من عسر الهضم. كمان يجب عدم تناول الكافيين زي الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية، لأنها بتحفز الجسم على فقد الماء بشكل كبير، حيث أنها مضرة للبول. إما النقطة الثانية اللي هي الابتعاد عن الأطعمة الدسمة أو الغنية بالسكريات اللي بيلجأ لها البعض عشان تعود الجوع، يعني بقولك أنا بأكل أكلة دسمة عشان ما أحس بالجوع خلال فترة الصيام، بس هذا غلط، لأنها بتعمل عبء كبير على عملية الهضم بالجسم، بتسبب اضطرابات المعدة، وكمان بتزيد من التعرق اللي بيؤدي لزيادة الشعور بالعطش. إما النقطة الثالثة الابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة زي المكسرات والمخللات وكمان المعلبات، يعني في منهم أوكي بيأكلوا بقوليات، صح لازم نأكل بقوليات، بس ما نستخدم المعلبات أو ما نضيف لها كميات ملح كبيرة. بالضبط، أيوة، أو ما نضيف لأكلنا كميات ملح كبيرة، صح. وطبعا نستبدلها بالفواكه والخضروات لأنها غنية بالألياف والسوائل، بتعوض عن بتزيد الشعور إنه الواحد ما يعطش. إيمان، شو أكثر الأشياء اللي يركز عليها الشخص فترة السحور؟ بدي يركز على البروتين، فهو بيساعد على الشعور للشبع لأطول فترة ممكنة، لأنه المعدة بتحتاج وقت أطول عشان تهضمه. إضافة إلى ذلك إنه البروتين كمان بيساعد على توازن مستوى السكر في الدم، كمان يعني يتناول الأطعمة العالية بالبوتاسيوم زي الموز أو التمر أو الحليب أو اللبن، لأنه البوتاسيوم اللي هي بتعمل عكس الصوديوم، البوتاسيوم بتخلي الإنسان إنه يحس ما يحس بالعطش فترة الصيام، وكمان إنها تتضمن على الأغذية زي ما قلنا العالية بالألياف، زي عنا الحبوب الكاملة، الخضروات، الفواكه، البقوليات، أيوة. لأنه هاي بتساعد على اللي هي الشعور بالشبع لفترة طويلة، وبتحتوي يعني بنفس الوقت هذه الأكلات بتحتوي على كميات أو نسب كبيرة من الماء، فهي بتمد الجسم تدريجيا بالماء خلال فترة الصيام. ممتاز. فأنا هنا حذكر بعض طبعا زي ما حضرتك تفضلت إنه يفضل تأخير وجبة السحور، كلما يعني كل ما أخرتي كل ما كان أحسن، وتجنب النوم فورا بعد السحور، يعني على القليلة خلوا نص ساعة على ساعة صلوا اقرأوا قرآن، بعدين ممكن النوم بعد السحور، ولأن الواحد بيكون مستعجل بده يلحق قبل ما يقدم أذان الفجر فبيأكل الطعام بسرعة، فهذا بيؤدي لعسر هضم ونفخ وتعب اللي حيأثر على الصائم في اليوم الثاني، يعني يحس بتعب وإرهاق فأنا حذكر بعض الأمثلة الصحية على شو ممكن الصائم يتناول خلال وجبة شو ممكن يتناول على وجبة السحور عشان تحسسه بالشبع وتعوضه بالسوائل خلال فترة الصيام. باختصار لو سمحتي إيمان، لأن الوقت داهمنا. أوكي، ممكن مثلا سندويشة بيض أو جبن قليل ملح مع خبز بالحبوب الكاملة، يعني يفضل أنها ما تكون خبزة بيضة عشان زي ما قلنا الألياف، أيوة. مع خضار وفواكه مجففة. ممتاز. ممكن اللي هي اللبن أو اللبن أو الروب اليوناني مع بذور الشيا والتمر، أيوة. الشوفان بالحليب، التونة أو الفول مع الخبز الأسمر، يعني هاي الخيارات اللي هي تتضمن على بروتين، تتضمن على ألياف اللي هي من الخضار والحبوب الكاملة، وبتتضمن على حبة أو حصة من الفاكهة، وحتى نفس ما ذكرتي البوتاسيوم اللي هو في الحليب أو في أيوة اللبن، لأنه بيقلل شعورنا بالعطش خلال اليوم. بالضبط. إيمان، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين الكرام؟ يعني يحاولوا أنهم
يركزوا على انهم ياخذوا السوائل، لانه كثير مهم الان احنا فصل الصيف، ياخذوا السوائل من فتره الافطار لفتره السحور، ما ياخذوها مره واحده وقت السحور، وما يتناول الاطعمه اللي تتناول غنيه بالسكريات عشان هاي بتحسسهم بالجوع ثاني يوم، تفقدهم طاقتهم. أستاذ إيمان محمد، اختصاصية تغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت لنا الأستاذ إيمان، عطتنا نبذة سريعة بخصوص الأشياء المستحبة والغير مستحبة خلال فترة السحور، وكذلك عطتنا مثل نقول عنها عينة أن شو الأشياء اللي يفضل ناخذها في فترة السحور أساسا نقلل العطش، وبعد كذلك ما نحس بالجوع فترات سريعة بعد ما ناخذ، يعني خلال يومنا في شهر رمضان المبارك وإحنا صيام. بنترككم الحين نطالعين فاصل ورادي لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. نذكركم برقم التواصل 6005-5-1-4-1-4، رسائل نصية على 4006. حياكم الله. موضوعنا في فقرتنا الثانية موضوع جدا مهم، اللي هو عن التطبيقات، اللي هو تطبيق هيئة الصحة في دبي. طبعا كنا عارفين أهمية هذه التطبيقات، توفر لنا الوقت، توفر لنا المعلومات بصورة سريعة، والوقت أي وقت أقدر أدخل على التطبيق، إذا عندي أي استفسار، عندي أي شيء أقدر أعرفه في الوقت اللي يناسبني أنا، ما يحتاج أسير لين الجهة المعينة أو الجهة الحكومية عشان استفسر عن الشيء. ومعظمنا الحين في تليفوناتنا منزلين تطبيقات عديدة اللي سهلت لنا، سواء من ناحية الوقت، سواء من ناحية المجهود، سواء من ناحية حتى يعني أي وقت أقدر، حتى وأنا في دوامي، حتى وأنا قاعدة أشوف التلفزيون، أقدر أكمل أشغالي الثانية وأنا قاعدة في مكاني. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن تطبيق هيئة الصحة في دبي، واللي هو عن إضافة تطبيقات جديدة في هذا التطبيق. ويانا اليوم على التليفون الأستاذ وليد الظهوري، رئيس قسم التطبيقات المؤسسية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أستاذ وليد. صباح الله بالنور وسرور دكتورة، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يسلمك، وانت في صحة وسعادة، ينعاد علينا وعليك إن شاء الله أجمعين إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ وليد، كنا عارفين بأهمية التطبيقات في حياتنا اليومية، فخاصة إذا كان تطبيق صحي بيفيدنا نحن ولصحتنا، فبيكون من أهم التطبيقات اللي بتكون موجودة أكيد على تليفوناتنا، أو على يعني تكون ويانا معظم الوقت. وعارفين كنا أن هيئة الصحة بدبي عندها تطبيق اللي هو تطبيق هيئة الصحة بدبي، ممكن تحدثنا أكثر عن هذا التطبيق، وكذلك شو الأشياء اللي انضافت لهالتطبيق؟ أولا دكتورة حاب أشكر الجمهور على ملاحظاتهم القيمة. طبعا بناء على ملاحظات الجمهور نحن ضفنا خدمات وطورنا من التطبيق نفسه. التطبيق هو عندنا نحن كان قبل مجموعة من التطبيقات، وحين وحدنا العملية هذه في تطبيق واحد اللي هو تطبيق هيئة الصحة بدبي. أيوة. من خلال التطبيق هذا ممكن على الشخص يطلع على مواعيده، المواعيد القادمة، المواعيد اللي يعني يقدر يلغي المواعيد بعد لو حاب، عندك بعد تحاليل المختبر، نتائج تحاليل المختبر، وعندك بعد الأدوية اللي صرفت له. ممتاز. فمن خلال التطبيق هذا نفسه يقدر يشوف، يتبرع بالدم، يشوف المواد الإعلامية اللي بتبرع بالدم، كيف التثقيفية، كيف الشخص هذا لو يتبرع بالدم شو الأشياء لازم يسويها، مراكز التبرع بالدم، وهذا بشكل عام. وبعد اللي عنده فحص اللياقة الطبية يطلع على نتائج فحص اللياقة الطبية. في نفس الوقت عندنا نحن المواد الإعلامية نفسها اللي هي الأخبار وفيديوهات الهيئة. أيوة. وبعد من خلال التطبيق في المحادثة المباشرة مع الهيئة، لو حاب شخص يتواصل مباشرة مع الهيئة لو عنده استفسارات ولا شيء. ممتاز. وبعد من خلال التطبيق هذا في بواب الشكاوي والاقتراحات، مؤشر السعادة، وبعد الأكثر الأسئلة الأكثر شيوعا. وبعد ضفنا جديد نحن الدليل الطبي لمدينة دبي لأي شخص يبحث عن طبيب في دبي أو منشأة صحية خاصة في دبي. بعد بشكل عام تكون في نفس التطبيق نفسه، في كل التطبيق. نعم. أستاذ وليد، شو أهمية أن يكون كل هالتطبيقات في تطبيق واحد؟ يعني مو بأن لكل فئة معينة أو شيء معين تطبيق، ليش انجمعت كلها في تطبيق واحد؟
طبعا هي مبنية على استراتيجية معينة لحكومة تبسيط عملية التطبيقات، لأن في عدد تطبيقات كبيرة وايد، وصعب أن الشخص هذا ينزل تطبيقات كل مرة، ينزل تطبيق لكل خدمة. أيوة. فموضوع يكون أبسط بشكل كبير، يمكن تطبيقات كلها في مكان واحد. الحين الشخص هذا كمتبرع يقدر يشوف، وبعد كشخص يراجع مستشفيات الهيئة يقدر يشوف حالته الصحية. وبعد في بسطنا الإجراءات أكثر بكثير. قبل مع إطلاق سلامة كان الشخص لازم يصير ياخذ الرمز الدخول عشان تفعيل الملف الصحي الإلكتروني. أيوة. لكن الحين من خلال التطبيق هذا نفسه يقدر يفعل الملف الطبي بشكل تلقائي، يعني هو ما بيحس، بس بيمشي خطوات التطبيق تسجيل والملف الطبي بيتفعل بشكل تلقائي. فالموضوع هو انه شو يكون خدمات كلها في تطبيق واحد، يبسط عمليه انك تدورين انت على تطبيق معين لكل خدمه. ايوه. ثاني شيء توفير الوقت، يعني اذا كانت كلها في تطبيق واحد واجراءاتها ابسط فيوفر وقت كبير عليك انت. وبعد ان شاء الله اساس انه مستقبلا لو في خدمه جديده تكون يعني تعرفين التطبيق موجود عندك انت بس تضاف الخدمه الجديده. ونحن حاطين ان شاء الله خدمات مستقبليه بناء على ملاحظات الجمهور ان شاء الله بالاطلاق. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ وليد، كيف الواحد ينزل التطبيق عنده على تليفونه او هاتفه المتحرك؟ التطبيق موجود على الاب ستور، وموجود بعد على الجوجل بلاي، والتطبيق باللغتين العربيه والانجليزيه بعد. ممتاز. يعني يقدر ينزل يدخل الستور نفسه، يكتب دي اتش اي، اول ما يكتب دي اتش اي بيطلع له التطبيق هذا نفسه وينزله. وبالنسبة للأندرويد بعد نفس الخطوات، نفس بيدخل هي بيدخل في الجوجل بلاي، بيكتب DHA دبي هيلث أثوريتي وهيئة الصحة بدبي بالعربي، وبيطلع له التطبيق ويقدر ينزله. أي شخص يقدر ينزل التطبيق؟ نعم، أي شخص يقدر ينزل التطبيق، وأي حد عنده ملف طبي في هيئة الصحة بدبي، وأي حد حاب يتبرع بالدم، وبعد اي حد عنده فحص لياقات طبيه، وبشكل عام لو اي حد عنده اي استفسار او اي شيء للهيئه بعد يقدر يدخل استفساره او مداخلته خلال التطبيق نفسه. ايوه، كشكوى، كاقتراح، وبشكل عام يعني او تواصل بالهيئه بشكل عام. ممتاز ممتاز، يعني هذا الشيء وايد بيسهل على المتعاملين مع الهيئه ان يقدر يوصل كل المعلومات الخاصه فيه بدل ما يوصل للمركز الصحي أو المستشفى أو الهيئة نفسها عشان يستفسر عن أشياء بسيطة يقدر يلقاها في تليفونه في أي وقت هو حاب يعرف هالمعلومات عنه. صحيح دكتور، حتى مراكز الهيئة موجودة عندنا نحن في التطبيق، ووين أماكنها وبتصنيفاتها. يعني ممتاز، كمستشفيات، كمراكز رعاية أولية، كمراكز فحص اللياقة الطبية. ممتاز. أستاذ وليد، فرضا إذا الأهل يعني عشان أطفالهم بعد يقدر الواحد يدخل على كذا شخص في نفس الوقت؟ بنفس الوقت حاليا لا، نحن نشتغل على الخاصية هذه. أيوة. إنزين، إن شاء الله بتكون موجودة. إن شاء الله. بس حاليا هو لازم كل شخص يكون عنده لوجين الحين. ممتاز. يعني يكون مستخدم خاصي. ممتاز ممتاز، بس التطبيق صراحة جدا يعني ممتاز، وسهولة الوصول للمعلومات، معلومات كثيرة تكون فيه وسهولة الوصول للمعلومات، وصراحة فكرة أن تتجمع كل التطبيقات تحت تطبيق واحد فكرة جميلة جدا، يعني يسهل على المتعامل على طول يوصل للشيء أو الاستفسار اللي يبغي أو حاب يوصل له. مشكور على ملاحظة دكتورة. أستاذ وليد، كلمة أخيرة توجهها لجمهورنا. طبعا حاب أشكر الجمهور أولا، التطبيق هذا نحن قدرنا نحسنه بناء على طلبات الجمهور وملاحظات الجمهور نفسه، ويعني ونتمنى التطبيق هذا نفسه ويخدم الجمهور بصورة كاملة، وإن شاء الله مستقبلا بعد تكون في خدمات جديدة بعد بناء على طلبات الجمهور نفسه. إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ وليد الظهوري، رئيس قسم التطبيقات المؤسسية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا دكتورة. مثل ما تحدثنا في فقرتنا مستمعينا الأعزاء بخصوص تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي الحين كتطبيق واحد، وفي كذا تطبيق داخله بحيث الواحد حاب يعرف تحاليله، أدويته اللي هو على يستخدمها، عنده أي استفسار أو أي اقتراح أو أي شيء يقدر عن طريق هذا التطبيق اللي بيسهل لنا أشياء وايدة، والواحد في أي وقت يقدر يوصل لهالتطبيق بزرة
الصبع أو أخلال التليفون، بس بداية النزلة ندخل معلوماتنا ونبتدي نشوفه. ونفس ما قال أستاذ وليد، مقترحاتكم ويعني بعد التطبيق نفسه بعد ما تطبقونه يعني أثرت بحيث أن كان في تطوير أكثر وأكثر لهذا التطبيق. مستمعينا الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراد لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 6005514144 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا فقرتنا الثالثة فقرة جدا مهمة، تتناول موضوع جدا مهم وأكثر الناس تركز عليه الحين فترة رمضان، اللي هو الحديث عن صيام أطفال مرضى السكري خلال رمضان. طبعا خاصة في السكري عندنا نوعين، النوع الأول والنوع الثاني. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع اللي يشغل بال الكثير، وحاب يتعرف أكثر عن هذا الشيء خلاصة خلال فترة شهر رمضان الحين. بتكون ويانا اليوم إن شاء الله الدكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، استشاري قدة صماء وسكري للأطفال في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتورة ليلى. صباح النور، كل عام وانت بخير. وانت بصحة وسلامة دكتورة ليلى. طبعا شهر رمضان هو شهر واحد خلال السنة والناس تترقب وتترياه عشان الصيام، وسبحان الله شهر بركة وصيام وعبادة، فالحمد لله. فاحنا عارفين ان مرض السكري ما يقتصر بس على الكبار، هو نوعين ويقتصر سواء صغار وسواء كبار، وهني ما شاء الله ان حتى الصغار يتشجعون من البدايه انهم يصومون، يعني تشوفينهم من 6 سنين او حتى 7 سنين يبتدون خلاص يتشجعون انهم وهم اللي يعني يكلمون اهلهم ان نحن نبغى نصوم. بس في فئه اللي هم عندهم مرض السكري، فبخصوص صيام فئه اللي عندهم مرض السكري خاصة سواء السكري اللي هو النوع الأول سواء النوع الثاني. نعم، في البداية نحب أن ننبه أن لما الطفل طبعا نفس ما تفضلتي أنه يقرر أنه يبغي يصوم، يفضل أنه يكون دخل مرحلة البلوغ أو حتى قبل البلوغ، بس يكون جسم الطفل قادر على تحمل مشقة الصيام، لأن هذا يعتبر لهم مشقة. صح. ومهم وايد أن يسوون موعد ويراجعون الطبيب اللي هو استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري للأطفال المختص بعلاجهم قبل دخول شهر رمضان لتقييم الحالة الصحية وتعديل جرعات الإنسولين. فهذه نصيحة جدا مهمة أن تكون في مراجعة قبل فترة رمضان. وبالنسبة هل يمكن أن يصوم الطفل المصاب بالسكري من النوع الأول أو الثاني؟ نعم، يمكن أنهم يصومون بأمان إذا اتبعوا التعليمات وسووا مقابلة خاصة مع طبيبهم المختص مع ممرضة سكري الأطفال اللي هي الإديوكيتر احنا نسميهم في المستشفى، وطبعا أخصائية تغذية سكري الأطفال. فهاي يعني كلهم يلسون ويا بعض مع الطفل ويناقشون مع بعض بحيث أنه إذا يقدر يصوم في رمضان أو ما يقدر يصوم خلال شهر رمضان. نعم نعم، يعني القدرة على الصيام لازم تكون يعني متكلمين فيه في الموعد أنه يكون آمن في أنه ما يكون في هبوط حاد في سكر الدم. فوايد مهم أن يكون الحالة الصحية أصلاً، لأن الملف يكون موجود والطفل يسوي فحص معدل السكر التراكمي كل 3 شهور اللي هو اسمه HbA1c علمياً. فهذا كله لازم يؤخذ بعين الاعتبار، لأن المصابين بالسكر من النوع الأول إحنا أكثر عنا في الأطفال يعانون من نقص في هرمون الإنسولين، وهرمون الإنسولين وجوده في الجسم يعرض الطفل إن إذا عدم وجود الإنسولين يعرض الطفل إلى حدوث ارتفاع في سكر الدم. أيوة. وإنتاج مادة كيتونات في الدم ممكن تؤدي إلى الغيبوبة، اسمها الغيبوبة الكيتونية. ف
فهذا كله لازم يتناقش، يعني يكون تحت إشراف طبي. فوايد مهم هاي أن هاي المراجعة تصير قبل فترة الصيام. أنا هاي النصيحة الأهم اللي بنصح الأطفال. حتى دكتورة بخصوص الأكل خلال هذه الفترة، نحن طبعا طريقة حتى الوجبات اللي ناكلها تختلف في فترة رمضان، التركيز على أشياء معينة أكثر عن أشياء سابقة. نعم، لهذا السبب لازم تكون المقابلة دكتور وممرض مختص وأخصائي التغذية لازم، لأن أخصائي التغذية عنده الجدول وجدول البدائل وعندهم جدول كامل حق الوجبات الرمضانية، أساس يعني يكون عندهم تثقيف، هم يحتاجون يأخذون تثقيف في كمية الكربوهيدرات الموجودة في الوجبات الرمضانية. هذا كله موجود عندنا في الجداول، بس لازم يوم ويأخذون هاي المعلومات قبل لا يبتدون في الصيام عشان يعرفون. وبالنسبة لي أيوة دكتورة، عندنا حالات لأن عقب المقابلة يعني الدكتور يمكن يقدر أن في حالات يمنع فيها الصيام. أيوة فتفضلي دكتورة. بالنسبة لجرعات الإنسولين، إذا تقرر أن الشخص أو الطفل أنه يقدر يصوم خلال فترة رمضان، في تغيير في جرعات الإنسولين؟ نعم في تغيير. جرعات الإنسولين أتقل في شهر رمضان، لأن إذا في حال عدم تناول الطعام اللي يحتوي على الكربوهيدرات يتعرض الجسم إلى نوبات هبوط، فلازم يكون في قدرة على الصيام بدون حدوث هبوط في سكر الدم أو ظهور مادة الكيتونات، فهذا وايد مهم. لهالسبب إحنا الحين ما شاء الله العلم متطور، موجود عندنا أجهزة إلكترونية تقيس سكر الدم. إحنا ننصح الأطفال اللي يبغون يصومون أنهم يستخدمون هاي التكنولوجيا الطبية المتوفرة، يعني نجحت الحمد لله تكنولوجيا أنها تساعد مريض السكري بمراقبة سكر الدم بشكل متكرر أثناء الصوم. يعني في أن أجهزة بدون ذكر أسماء مثل سكانر، يعني بدل الوخز تكون بدل الوخز. نعم فهذا سهل كثير. فإحنا دائما ننصحهم، حتى إحنا في المستشفى نسوي قبل رمضان عن يوم ونطلب فيه الأطفال اللي طلبوا منا من قبلهم، يعني يطلبوا منا في مواعيد قبل أن رمضان قريب، فنجمعهم كلهم نفس اليوم ونحاول أن نتأكد أن كلهم عندهم جهاز السكانر لقياس السكر، لأن هاي يساعدهم وايد أن يكونون تحت مراقبة شديدة، يعني مثل ما يقولون مراقبة خاصة عشان هبوط السكر، يساعدهم عشان الهبوط. عشان الهبوط. ونحب ننبه أن في حال يعني الشعور بأعراض الهبوط، هم كلهم المرضى السكري والأهالي كلهم متدربين شو هي أعراض الهبوط، مثل التعرق والارتجاف وزيادة دقات القلب ودوران في الرأس، يعني هم ما شاء الله عليهم خلاص يعني يعرفون شو هي الأعراض. فأول ما يحسون بهاي الأعراض ويشوفون أن السكر أقل عن 700 ملغرام، لازم المريض يفطر أو أنه يجبر على الإفطار من قبل أهله، يعني خلاص يعني في حال وصلوا لها المرحلة. عفوا دكتورة، عن أقل عن؟ نعم أقل عن؟ 70 ملغرام. 70 ملغرام. نعم أساس ما ينزل لأن أكثر لهم بعد. هي لأن خطر، لأن إذا واصلوا الصيام ممكن أن هذا يؤدي إلى هبوط شديد لدرجة الإغماء والتشنج، وهذا خطر على حياتهم. دكتورة، شو الأشياء اللي طبعاً أساس تحددون إذا الطفل يصوم أو لا؟ شو الشروط اللي تتبعونها أساس تحددون إذا هذا الطفل يصوم أو ما يصوم خلال فترة رمضان إذا كان من النوع السكري الأول؟ أهم شيء إنه يكون الصيام من دون حدوث هبوط في السكر، بس هذه هي أهم نصيحة. أيوة. والنصيحة الثانية أن أثناء فترة الفطور تناول الكثير من السوائل، خاصة الماء، مو بعصائر، لا الماء، عشان نحاول أن نحميهم من الجفاف. هذه أهم نصيحتين. دكتورة، لا عساس إذا أنتوا تبون تقررون إذا الطفل بيصوم في رمضان
إذا كان من سكري النوع الأول أو لا؟ شو الشروط اللي أنتوا تحطونها للطفل أو للأهل أن يكون في يعني أو الطفل تكون عنده ما بقص الشروط كشيء مقومات معينة أساس أن نسمح لها الطفل بالصيام في شهر رمضان خاصة يكون عندهم سكري النوع الأول؟ نعم الطفل طبعا خلال المراجعات يسوي السكر التراكمي ونشوف أن الـ HbA1c اللي هو السكر التراكمي يكون منتظم عنده أيوة يكون الطفل والأهل ملتزمين بعلاج الإنسولين عندنا مرضى يكون عندهم تراكمي مرتفع جدا وغير ملتزمين بالعلاج فهذيله خطر أنهم يصومون صح في مرضى عندهم ارتفاعات شديدة في السكر أكثر من 270 ميلي جرام صح فهذا يمنع هذا حالات نمنعها في عندنا حالات يكون عندهم خلال المراجعات السنوية يكون عندهم كثرة في هبوط السكر في الدم قبل شهر رمضان يعني مثلا أكثر من 3 مرات في الأسبوع يكون عندهم هبوط أيوة. أو يكون عندهم هبوط شديد لدرجة الإغماء أو يكون عندهم تشنج خلال السنة الماضية هذيلا نمنعهم هذيلا ممنوعين أنهم يصومون يعني هذه نقاط صراحة دكتورة جدا مهمة يعني ذكرتيها هي حتى هالشيء بيساعد الطفل أن يتشجع يعني نحن عارفين مرات الطفل يعني يمكن ياخذ العناد يمكن ما ياخذ الجرعة بالضبط فوقتها فهالشيء بيخليه يتشجع حتى يضبط معدلات السكر عنده خلال الفترة الجاية لين رمضان الجاي بالضبط عندنا بعد حالات أن يكونون توهم حديثي التشخيص يعني توهم شخصين هذول بعد ما ننصحهم لأن بعدهم ما أخذوا وقتهم لأن مرات يمكن يكون عندهم حالة لا شعور بالهبوط صح فما يحسون أن عندهم هبوط صح لأن بيكون هاي بعد فئة يعني ما ننصحهم أول سنة أنهم بسرعة يستعيلون لأنهم بيكونون يعني بداية المرض ما بعارفين طبعا بالأعراض اللي تصيبهم يسمعون عنها بس ما يمكن ما واجهوها أو ما تعرضوا لها قبل بالضبط وفي النهاية اللي يهمنا صحة المريض ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم وعندنا بعد نصيحة أن إحنا عندنا أطفال طبعاً يروحون المدارس مو بإجازة كلهم أثناء فترة الصيام أيوة. لازم يتأكدون أن بعد حتى في المدرسة يقيسون مستوى السكر أنه ما يكون منخفض لأن هناك يتحركون أكثر يعني الحركة غير عن البيت أكيد وخاصة في المدرسة يمكن الطفل يلعب مع أصدقائه ملتهي بالدراسة بالشرح فحتى لو يحس بتعرق أو بأعراض هبوط السكر يمكن ما ينتبه لها بالسرعة المطلوبة نعم والحمد لله الوسائل العلاجية والتكنولوجيا كلها تساعد ان الطفل يلتزم بتحليل السكر ويكون يعني عنده مثل ما يقولون كنترول على الحمد لله ونفس ما ذكرتي دكتورة بدال الوخز الماسح يعني هذا بيقلل الألم حتى الطفل ما بيعاند أو يعني بيضيج من كثر يعني أنا نشيك على السكر أو نشوف نتيجة السكر كم دكتورة ليلى لأن الهبوط يعني هذا هو أكثر شيء نتخوف من دكتورة ليلى كلمة أخيرة توجهينها المستمعين أنا أنصح كل الأطفال اللي يحبون يصومون إنه ممكن يصومون هذه يعني فرض وهم نفس ما تفضلتي الأطفال يتشجعون إنهم يصومون ولكن مهم جدا التأكد من مستوى السكر في الدم إنه يكون غير منخفض نعم ومهم جدا فحص السكر قبل الفطور وبعد وجبة الإفطار بساعتين ومهم جدا مقابلة الطبيب وممرضة السكري وأخصائية التغذية مهم جدا أنا أشدد على هالشيء مهم جدا
جدا. يعني شكرا دكتورة انك ذكرتي هاي النقطة، لان الناس وايد لين رمضان ما يروحون يراجعون مع طبيبهم، لان اكيد يعني كمريض سكر وتغير في الوجبات خلال هالشهر، وحتى نوعية اكلنا تختلف، فبيختلف حتى طريقة اخذنا للدواء اللي ناخذه عشان السكر، وخاصة للاطفال المصابين بالنوع الاول للسكري. نعم دكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، استشاري قدة صماء وسكري للأطفال في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك دكتورة، حياكم الله. الله يحييك، رمضان كريم. الله أكرم، شكرا دكتورة. مستمعينا، نفس ما ذكرت الدكتورة بخصوص الأطفال في شهر رمضان اللي عندهم سكري سواء الأول أو سواء الثاني، بس معظم فئة الأطفال عندنا يكون عندهم سكري الأول، نركز من ناحية زيارة طبيب قبل بداية الشهر، عساس من ناحية نراجع تحاليلنا السابقة، إمكانية الطفل يصوم أو لا ما يصوم. ثاني شيء بخصوص نسب الإنسولين اللي يأخذها وطريقة القياس، متى يقيس الطفل وكيف الراغبة خلال اليوم. هالشيء جدا مهم وضروري لكل طفل مصاب بالسكري. نحن عارفين هالفترة يمكن كل الأطفال يشجعون ويصرون حتى اللي عندهم سكري أنهم يصومون، لأن يعني الحمد لله الجميع حاب هالصيام، يعني خلال هذا الشهر هو شهر واحد بس في السنة، فاتباعنا للإرشادات الطبية بتمر هاي الفترة بالنسبة سواء للطفل سواء لأي مصاب بالسكري بصحة وسلام إن شاء الله، ولا يتعرض لهبوط ولا شيء خلال شهر رمضان المبارك. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر. قبل ما ننهي الحلقة أحب أشكر فريق العمل وياي في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج أيمن سرحيل، مشكورين، يعطيكم ألف عافية. ومقدمة البرنامج اليوم دكتورة عاشة البصلي. نلقاكم إن شاء الله باكر على خير، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.